بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، من علم المواريث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 14. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين، وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذه الحلقة متابعة لحلقاتنا السابقة في موضوع المواريث، ونتناول في حديثنا هذا أحكام الحج في الميراث. وهذا الباب له أهمية خاصة بين أبواب المواريث، لأن معرفة تفاصيله يترتب عليها إيصال الحقوق إلى مستحقيها، وعدم المعرفة بأحكام هذا الباب يترتب عليها خطورة عظيمة، لأنه قد يعطي الميراث لمن لا يستحقه شرعا ويحرم المستحق. ومن هنا قال بعض العلماء: يحرم على من لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. والحجب لغة المنع، يقال حجبه إذا منعه من الدخول، فالحاجب لغة المانع، ومنه حاجب السلطان لأنه يمنع من الدخول عليه. وأما الحجب في اصطلاح الفرضيين فمعناه منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. وينقسم الحجب في الفرائض إلى قسمين: القسم الأول حجب الأوصاف، ويكون في من اتصف بأحد موانع الإرث الثلاثة، وهي الرق أو القتل أو اختلاف الدين. فمن اتصف بواحد من هذه الأوصاف لم يرث، ويكون وجوده كعدمه. القسم الثاني حجب الأشخاص، وهو منع شخص معين من الإرث بالكلية، ويسمى حجب الحرمان، أو منعه من إرث أكثر إلى إرث أقل، ويسمى حجب النقصان. وسبب هذا الحجب بنوعيه وجود شخص أحق منه وسبب هذا الحجب بنوعيه وجود شخص أحق منه ولذلك سمي حجب الأشخاص، وهو سبعة أنواع، أربعة منها تحصل بسبب الازدحام، وثلاثة منها تحصل بسبب الانتقال من فرض إلى فرض. وهذه السبعة هي: أولا، انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، كانتقال الزوج من النصف إلى الربع مثلا. ثانيا، انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، كانتقال الأخت لغير أم من كونها عصبة مع الغير إلى كونها عصبة بالغير. ثالثا، انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، كانتقال ذوات النصف منه إلى التعصيب بالغير. رابعا، انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، كانتقال الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض. خامسا، ازدحام في فرض، كازدحام الزوجات في الربع والثمن مثلا. سادسا، ازدحام في تعصيب، كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض. سابعا، ازدحام بسبب العول، كازدحام أصحاب الفروض في الأصول التي يدخلها العول، فإن كل واحد منهم يأخذ فرضه ناقصا بسبب العول. هذا وللحجب قواعد يدور عليها: القاعدة الأولى أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، وذلك كابن الإبن مع الإبن، والجدة مع الأم، والجد مع الأب، والإخوة مع الأب. القاعدة الثانية في الحجب أنه إذا اجتمع عاصبان فأكثر قدم الأقدم جهة، وذلك كالابن مع الأب أو مع الجد، فالتعصيب يكون للابن لأنه أقدم جهة. وإن اتحد الموجودان في الجهة قدم منهما الأقرب إلى الميت، كما لو اجتمع ابن وابن ابن آخر فإنه يقدم الإبن على ابن الإبن، أو اجتمع أخ شقيق وابن أخ شقيق آخر فإنه يقدم الشقيق على ابن الشقيق، وهكذا.
فإن تساوى الموجودون في الجهة والقرب قدم الأقوى منهم، كما لو اجتمع أخ شقيق وأخ لأب فإنه يقدم الشقيق لقوته لكونه يدلي بالأبوين، وأما الأخ لأب فإنه يدلي بالأب فقط. القاعدة الثالثة وهي في حجب الحرمان أن الأصول لا يحجبهم إلا أصول، فالجد لا يحجبه إلا الأب أو الجد الذي هو أقرب منه، والجدة لا يحجبها إلا الأم أو الجدة التي هي أقرب منها، والفروع لا يحجبهم إلا فروع، فابن الابن لا يحجبه إلا الابن أو ابن الابن الذي هو أعلى منه، والحواشي وهم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم يحجبهم أصول وفروع وحواش، فمثلا الإخوة لأب يسقطون بالابن وابن الابن وإن نزل، وبالأب وبالجد على الصحيح، وبالأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير. هكذا الأخ لأب حجب بأصول وفروع وحواش. أيها المستمعون الكرام، نعود فنقول إن باب الحجب باب مهم جدا، فيجب على من يفتي في الفرائض أن يتقن قواعده ويتأمل في دقائقه ويطبقها على وقائع الأحوال لئلا يخطئ في فتواه، فيغير المواريث عن مجراها الشرعي، ويحرم من يستحق ويعطي من لا يستحق. والله ولي التوفيق، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله لمواصلة الحديث في موضوع آخر من مواضيع فقه المواريث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.